أخبار سيئة لمحبي القطط، فبالرغم من أنك تجد كل كرة الزغب هذه ظريفة، الحقيقة هي أنها بغيضة للأسباب التالية. أولا، تستطيع القطط سماعك عند مناداتها وتمييز صوتك عن الغريب، ولكنها لن تمتثل لطلباتك، فالقطط تاريخيا لم تتطور لتصبح أليفة بشكل كاف. بان ذلك عندما تحتاج إلى انتباهك تقوم برمي الأشياء عن الطاولة، تصرف بغيض نموذجي. ثانيا، بعض القطط تكره الشيء الوحيد الذي نستلطفها لأجله، العناق، إذ قد يصيبها بالتوتر، ولهذا تكون أقل توترا عندما تعيش مع مالك يملك أكثر من قطة، بحيث تتشارك هذا العبء مع قطط أخرى. ثالثا، إن احتكاك القط بك لا يشير إلى أنه يستلطفك، فهو يقوم عبر الاحتكاك الجسدي بوضع رائحته عليك، وبالتالي إخبار باقي القطط بأن هذه الأرض له. نعم، إنه يمتلكك الآن في عقله طبعا. رابعا، قطك غير الاجتماعي ليس أكثر الحيوانات ذكاء في المنزل، فسلوك الكلاب الاجتماعي يجعلها أكثر ذكاء، حيث أنها طورت أدمغة أكبر للتأقلم مع متطلبات البيئة الاجتماعية بعكس القطط التي تفضل العزلة، وبالتالي لم يتطور دماغها مع الوقت بسرعة كافية. خامسا، قد يعبر لك القط عن ترحيبه عبر التحديق بك والطرف بعينيه ببطء، وهي قبلة القطط. قد لا تنتبه للأمر أساسا، ولكن كن حذرا، فإن كانت نظرته عميقة ولم يطرف بعينيه فهذا يشير إلى عدم ترحيبه بك. في حال مت وحدك مع قطك فهو لن يتردد في أكلك. تدعى هذه الظاهرة افتراس ما بعد الموت. ففي حالة الوفاة المفاجئة لمالكيها وعدم وجود من يقوم بإطعام الحيوانات، قد تنتظر الكلاب لعدة أيام، بينما القطط قد تنتظر ليوم واحد أو اثنين على الأكثر. ثامنا، القطط لا تكترث للحلويات أو السكريات، إذ أنها لا تملك العدد الكافي من مستقبلات التذوق لتمييز الحلو. بدلا من ذلك، تستطيع القطط تذوق الATP، المركب الذي يمد الخلايا الحية بالطاقة، ما يعني أن اللحوم تهمها أكثر، وهذا ما يجعلها قاتلة شريرة. ففي دراسة أظهرت أن القطط الأليفة تقوم بقتل ما يقارب 3.7 مليار طائر و 20.7 مليار من الحيوانات الصغيرة سنويا. وفي دراسة أخرى تبين أنها تقضي ثلث نهارها في قتل الكائنات الصغيرة أو محاولة ذلك. قد تقوم بإحضار ضحيتها كهدية لسيدها، غير أنها قد تقوم بذلك لتذكيرك بأنك سيء في اصطياد هذه المخلوقات وحدك. تاسعا، تجعلك القطة تنظف مخلفاتها الضارة والتي قد تحتوي على طفيليات توكسوبلازما غوندي، والتي قد تسبب داء المقوسات توكسوبلازموزيس. معظم الأشخاص مصابين تظهر عليهم أعراض مشابهة للزكام، ولكن لهؤلاء الذين يملكون مناعة ضعيفة قد يكون الأمر مميتا. تم ربط هذا المرض أيضا ببعض الأمراض العقلية كانفصام الشخصية والاكتئاب والقلق، كما يحذر الأطباء النساء الحوامل من مهمة تنظيف المخلفات لتجنب مخاطر الإجهاض. عاشرا، قد تجعلك مخلفات القطط من محبي القطط لدرجة اقتناء المزيد منها. المزيد من المعلومات المخيفة عن التوكسوبلازما غوندي، فهذا الطفيلي يتكاثر فقط في الجهاز الهضمي للقطط، وعندما تصاب به فصيلة أخرى يقوم الطفيل بتوجيهها لإيجاد طريقة تعيده للقطط، ما يعني أن التوكسوبلازما غوندي قد طور نظاما معقدا يستطيع فيه السيطرة على دماغ المضيف ليزيد من احتمالية وصوله للقطط. هناك من يعتقد بأن هذا ما يجعل سيدة القطط التي تمتلك عددا كبيرا من السنوريات موجودة، إذ أن التوكسوبلازما تؤثر على الوضع العقلي للناس المصابين، بحيث يصبح لدى بعضهم انجذاب قوي ومرضي للقطط. لقد وجدت دراسة أن المصابين بالتوكسوبلازما يصبح لديهم ميل لرائحة بول القطط. نعم، هذا صحيح، فقد وجدوا رائحة بول القطط محببة. 11، وكأن هذا ليس كافيا، فالقطط تستخدم أيضا خرخرتها للتحكم بك. إن قطك يعرف تحديدا ما يفعله عندما يقوم بهذا الصوت المزعج من الخرخرة الممزوج بصرخة عالية تشبه صراخ وبكاء أطفال البشر. فبحسب دراسة، تقوم القطط بتضخيم وتهويل صرختها للحصول على ما تريده من مالكها، بالعادة يكون ذلك الطعام. 12، تقوم قطتك بتنظيف نفسها لأنها تظنك مقرفا، فبالرغم من أن لعقها لنفسها يعطيها شعورا بالارتياح، النقطة الأهم هي أنها تفعل ذلك للتخلص من رائحة البشر.